اليوم في ذا المقطع راح نكمل مغامرتنا ورحلتنا داخل العالم المخيف ذا، واللي راح نحاول اننا نعيش 100 يوم فيه. وحيكون هدفي في المقطع ذا اني احاول استكشف العالم اكثر وحتى اقتل اكبر عدد ممكن من الوحوش المرعبه. ما بيضيع التوتم. لا 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 لا. مره قوي يا مره قوي، لازم اركز عليه. لأنكم مزعجين قسم بالله. افقع بوابة فوق. اوه هربت يا مزعجين يا مستفزين. اوه كنت حموت. ماني شايف شيء. اوه ماي جاد، كارتون كات في كل مكان وفي كريبرات بعد. اصواتكم مستفزه وانتم وجوهكم مستفزه، كل شيء مستفز فيكم. ما عارف صراحه وين رايح بس لازم اهرب. اوه ماي جاد، لا 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 لا. اوكي الوحوش هنا ما في، بجمع اندستون على السريع اكثر. ما ادري ليش جالس اسوي فاست برج بصراحه، انا مستعجل لان خايف انهم يجوني من ورا ويقتلوني او يطيحوني. يا ليل يا خلني في حالي. توقعاتي كانت الكهوف بس هي الخطيره، بس طلعت العوالم كلها خطيره اصلا. المكان لك يا خلوني في حالي، ارحمني جدك. وبعد 10 دقائق وانا جالس اهرب من الكرتون كات، واخيرا لقيت اول انت سيتي، واللي كان هدفي منها اني ادور على السفينه عشان اقدر اخذ منها الاليترا، لان ذا حرفيا كان هدفي الوحيد من الانت. هلا افقع. ليتس جو. لقيتها لقيت الانت سيتي اخيرا. بحاول اروح للسفينه على السريع قبل ما الشلكر يضربني. افتح هنا، تذكر من هنا بعد، ويلا تعال الشركر انت الثاني، تعال انزل ليتس جو ايزي. خذ الالترا. ايش ده؟ موت. وحبيت اني قبل ما اطلع من الان سيتي اني اشيك على الشستات الموجوده فيها على امل ممكن الاقي دروع وادوات ممكن تفيدني عشان اقدر اطور دروعي، بس مع الاسف انه اغلب الشستات كانت ما لها فايده. اغلبها كانت عباره عن ايرون وجولد، وحتى نادرا ما كان الاقي دايموند، فسحبت عليها ورجعت اليوم الثاني للعالم تبعي. ولما رجعت لقيت انه دروعي قربت تنكسر، فحاولت اني اصلحها بالدروع القديمه اللي كانت معي، لان الدايموند اللي كان معي مره قليل وما راح يكفيني عشان اصلح الادوات واصلح الدروع، عشان لازم اجهز نفسي لرحله الاستكشاف اللي انا راح اسويها اليوم. انا ذكي يا اخوان، جينيوس يا اخي، انا ذكي. انا اخذ حبتين ستيك عشان اسوي له هوم، لاني راح احتاج اني اجمع لي شويتين جولدن ابل قبل ما ابدا رحله الاستكشاف. هو المطر ذا من دم وانا غلطان؟ المطر ذا من دم. اوكي ان شاء الله نلاقي تفاح على السريع، لاني شكلي راح اطول لين ما الاقي حبه تفاحه واحده بس. يعني يا شكلي راح اطول لما الاقي حبه تفاحه. كسرت 3 اشجار ولين دحين ما لقيت ولا تفاحه. فعليا للاسف لاحظت انه بعد 10 دقائق وانا جالس اكسر ما لقيت ولا حبه تفاحه بتطلع لي، لانه السبب حرفيا كان غبي، واللي هو انه الليفز تبع الشجر ذا ما بيطلع لي تفاح، وانا الشيء ذا ما لاحظته الا بعد فتره للاسف، واللي خلاني اروح اشيك على البيوت واشوف اذا في تفاح فيها ولا لا. والله ما في اي تفاح في الشستات حتى. اوه والله في تفاح، ليتس جو. اي والله في تفاح وفي دايموند. ولما طلعت من البيت قابلت الليفز اللي راح يقدر انه يطلع لي التفاح، فبدأت اني اجمع فيه الين ما جا الليل. هل نو لا لا لا، اقطع الشكل، خرجتني. برا اهدى شويتين. اقول لك يما ايش بسرعة كذا صار سريع. موت لا ده ما اقدر اقتله. هيل موت كذا. انا حموت كذا، انا حموت، ما حقدر اعيش. لسه بلاحقني. طفى. ثاني مرة. ذا هيرو براين. لا بليز خليني في حالي، ارحمني جدك، خليني في حالي. ماي جاد وين الباب؟ الباب مكسور. كده اكتر، ليتس جو.
لازم انام لازم انام لازم انام لازم انام سريع لازم انام. او او لا لا يا ربي يا مستفزين يا مستفزين خلوني في حالي. والله فكرت نفسي حموت والله فكرت نفسي حموت. عمي هيرو براين خليني في حالي يرحمني جدك خليني في حالي بليز. باليوم ال 54 كملت في تجميع التفاح على امل اني اجمع اكبر كميه ممكنه. من بعدها دخلت للنذر عشان ابدا اجمع الجولد اللي فيها لانه ذا افضل حل بدل ما اروح للكهوف. حلو في جولد هنا يلا خليني ابدا اجمعه. صراحه المكان يخوف شويتين او مو شويتين حرفيا بيخوف مره. احسن احسن. اوه وات ايه ده الزمه كيف ما تنحرق؟ انا ابي افهم انت كيف ما بتنحرق؟ ما تنحرق انت؟ انت امك دعيالك ولا ايش يعني؟ ما مش فاهم يعني انت ضد النار ضد اللافا ايش وضعك؟ واقدر اسوي لي 27 حبه جولد نابل على الاغلب انها ممكن تكفيني، وعلى الاغلب انا كذا جاهز حاليا اني ابدا رحله الاستكشاف، دي المره بستكشف الاستراكشرات بالتفصيل ففي استراكشر هنا ودي استكشفه صراحه، ممكن على الاغلب نناقش ستات زي ما قلت لكم يب فيش ستات هنا. جولد اشياء خايسه اوكي. وفي اليوم ال 57 كان بدايه رحله الاستكشاف اللي انا حسويها في المقطع، واللي في كم دقيقه لقيت المعبد ذا، اللي ممكن استفاد منه اني اخذ التوتمات اللي فيها، في هذا التوتمات جيبوا لي التوتمات احتاجها انا صراحه، يلا الايفوكر سريع سريع تعلي عشان ابي اقتلك واخذ التوتم منك. ترى مالك فايده، ترى ما عندك هيبه، مالك هيبه قلع اصلا بلا خيبه مو هيبه. لما كذا اتوقع الايفوكر بيكون في الطبق الثاني. او ماي جاد ما توقعنا كذا، ما توقعنا ابدا كذا الوضع راح يكون. لقيت الايفوكر اول بنت ايفوكر يا ايفوكر ثاني صح ايفوكر ثاني المفروض. وات ايش كميه الوحوش دي؟ ماني شايف شيء ماني شايف شيء ماني شايف شيء ماني شايف شيء. موت موت كم واحد فيه كم واحد فيه هنا. او ماي جاد فنتيكيتر حموت 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 كفو دز امها جيب التوتم. اثرت حس جوا يب اثرت جوا وانا من اول اقول وين هو. تعال او ماي جاد اوكي 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 يما ابو شكلك ابو شكلك النحشه 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 اهرب اهربوا اهربوا. وبما انه الليل جاء فقبل في طريقي البيت المهجور ذا واللي قررت اني اكمل فيه الليل وانام. وفي اليوم ال 58 رجعت لرحله الاستكشاف مره ثانيه، وذي المره قابلت استراكشر جديد واللي كان بيشبه البرج واللي فيه صناديق كثيره وحتى فيه سبونرات وحوش المفروض نحن لازم نبعد عنها، فقلت ليش ما ادخله واشوف اذا في شيء ممكن استفاد منه او لا. اوكي في استراكشر ثاني هنا. او شوف الفكت الغريب اللي جاني؟ ماينر حبي تحب تبكس انا بحب ابكس بعد. لا بحب يطير بعد ترى انا بحب اطير بعد. تعال طيرني تعال طيرني زياده يلا طيرني 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 اقول لك طيرني ما تض هي هي وي تراك فاني بزياده تراك تراك يعني كيوت بزياده حسك كيوت بس كذا معضل وكيوت في نفس الوقت فاهم يلا وي لا لا انت صرت تدغدغ بزياده لا انت صرت تدغدغ بعد. ولما دخلت الاستراكشر جاني فضول اني اشوف ايش فيه في الشستات على اساس انه في لوت مره او بي، بس في الاخير طلع عباره عن بوتيتو وجزر واشياء ما لها داعي حرفيا. اتوقع الطبق الاخير ما يبشر بالخير ابدا. اوكي ابكسر السبونرات لان الطبق ده ما ابدا ما عجبني. الطبق ده ابدا ما عجب عندي ماينر فتيك حلو والله الاكس الغصب والله الاكس الغصب ايش ده؟ اوكي خليني اكسر السبونرات اول شيء عشان ما يجيني ماينر فتيك. جاني ماينر فتيك برا. اتوقع اللي كان بيعطيني ماينر فتيك اتوقع انه فوق فوق شكله فوق شكله فوق شكله. ايش الاقزام ذي؟ تعال موت موت. انه قوي. موت موت. لا 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 لا. ما بيضيع التوتم ما بيضيع التوتم. ضاعت 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 ضاعت. لما انها ضاعت تعال. لما انها ضاعت تعال. لما انها ضاعت. او خلنا. لما انها ضاعت تعال. مو راضي يموت. شكل البوس. اوكي مات 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 مات. حلو. وبالنسبة للايتم اللي طلع لي من الوحش واللي هو اورب اوف ذا سيميلر واللي اقدر عن طريقها اني اسوي ايتم مرة مفيد، بس كانت في مشكلة بسيطة واللي هو اني ما كان عندي الدارك رود عشان اقدر اني اسويه. ما عندي الدارك رود انا. اوه ماي جاد. برو برو الدارك رود اللي انا احتاج عشان اسوي فيها الايتم غريب ذا. وفعليا بديت اني اصنع بالايتم والايتم ذا كان اسمها بونس كيلر ستاف. وحقول لكم فكرته بالمختصر المفيد انه راح يرسبل لي جيش من السكيلتون. راح يصير عندي جيش اخيرا راح يصير عندي حبيب. نايس نايس نايس
نايس نايس، انا كذا حموت، انا كذا حموت. وفي اليوم 59 رجعت البيت عشان ابدا اجهز لنفسي رحله كهفيه بسيطه، واللي هدفها اني اجمع شويتين دايموند لان دروعي قربت تنكسر. بس الشيء الغريب في الموضوع اني لاحظت اني جالس انسحب لتحت، ما كنت داري ايش السبب اللي كان جالس يسحبني، هل كان وحش او كان افكت من الافكتات اللي في الكهف. كان في شيء بيسحبني اخوان، كان في شيء بيسحبني، في شيء بيسحبني، في شيء بيسحبني لتحت. والفكت بصراحة طول بزيادة فكان راح يجيب العيد فيني، فاضطريت اني ارجع اجمع الدايموند بالطريقة الهبلة ذي. فكملت اني استكشف واستكشف واستكشف على امل اني الاقي وحوش جديدة عشان اواجهها، او حتى استراكشرات جديدة عشان استكشفها. الين واخيرا في اليوم 61 لقيت استراكشر غريب. دقيقة، ايش الاستراكشر ذا؟ اوكي بطلع فوق بشوف الاستراكشر الغريب ذا. ايش الصوت الغريب ذا؟ ويت، انا لقيت واحد في الاستراكشر. ويت، مبدئيا بدون ما اكذب عليكم انا حرفيا ما كنت داري ايش فكره الاستراكشر ذا، بس في نفس الوقت انا كنت خايف منه لاني كنت بسمع اصوات من الاستراكشر ذا ابدا ما كانت تطمن، وحتى الصندوق كان بيقول لي جرب في وقت ثاني. والاغلب المشكله كانت انه الليل لسه ما جاء. اتوقع المفروض اني انتظر الليل، فراح اكمل استكشاف ولما يجي الليل راح ارجع له مره ثانيه. ففكرت انه ليش ما ادور على استراكشر ثاني عن طريق مود الخريطه على بال ما يجي الليل وارجع للاستراكشر القديم. وفعليا لقيت استراكشر جنبي ب 500 بلوك تقريبا، فقلت ليش ما استكشفه على بال ما يجي الليل. لقيت استراكشر ثاني. أوه ده ابدا ما يبشر بالخير. تمام، ابدا ما يبشر بالخير. ايش الاصوات ذي؟ اسمح لي ادخل، ممكن لو سمحت ادخل. بشكله كذا. ولما قربت من جنبه وحاولت اني استكشف ايش قصة القروي ذا، بدا يحكي لي قصته وايش صار في العالم. واول ما بدا في الكلام كان بيقول انه استسلم للعدوى اللي جاته، وقال لي من بعدها انه العدوى ذي لو سيطرت علي اكثر ابيك تقتلني. فجاني فضول اني اعرف ايش قصته وايش قصة العدوى اللي كان بيتكلم عنها، الين ما بدا يتكلم عن اللي صار له، وانه كان في لاعب بيشبهني سماه فيليجر 1202، وانه مع مرور الوقت اكتشف انه كان مختلف عن البقية، وان الشخص ذا كان بيبتسم بطريقة مجنونة، وحتى انه كان بيناظر للفضاء كثير بعيون مجنونة. ففي احد الايام قررت اني اخذه معي تحت جناحي، وانه يكون عضو من اعضاء المجلس، الين ما بديت اني اشك فيه وبتصرفاته اللي كانت تصير اسوأ واسوأ. وفي نص القصة اللي كان بيحكيها اكتشفت ان العدوى سيطرت عليه، وما قدرت اني اسمع كل القصة منه. What the fuck؟ ايش ذا؟ خذ رابل. You best be. It's time. Time ايش؟ لا 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 اطلع اطلع اطلع. لا يا لا 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 توتم 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 اقدر ادمجها. المكان اتدمر فعليا، المكان اتدمر. ايش صار هنا فعليا؟ انا مش فاهم ايش صاير. لازم ابعد عن المكان ذا، ما راح ادخل المكان ذا مره ثانيه، ولا راح افكر ان ادخل المكان ذا مره ثانيه. انا ما ادري ايش صاير بالضبط، ما ادري ايش قصه الفيليجر اللي تحول مره واحده بالعدوى حقته. لازم اسحب نفسي المكان ذا، المكان ذا مره خطير، ما راح ارجع له مره ثانيه. وبما انه الليل قرب يجي فاتجهت دغري للاستراكشر القديم عشان استكشف ايش قصته هو بعد. لكنك تخليني في حالي، ايش رايك يعني؟ ترى فكره حلوه انك تخليني في حالي، ترى فكره مره بيرفكت انك تخليني في حالي. اوكي شكلك ما راح تخليني في حالي. اجرب دحين احطها. ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ ايش الصوت ذا؟ او الو الو، وين رحت؟ وين رحت؟
شو العالم ذا؟ كرتون كات هنا. شو العالم ذا؟ شو العالم ذا؟ أنا وين؟ أو ماي جاد، إيش ذا المكان؟ شو العالم اللي أنا دخلته؟ وات؟ آه! لا! العالم ذا أبدا ما يبشر بالخير. ماني قادر أطلع منه، واللي بتحرك بطيء. كيف راح أطلع من العالم ذا الطيب أنا دحين؟ ألو! شو العالم الغريب ذا؟ لا تقول لي أنا حكمل الليلة هنا. وات؟ وات؟ ما أدري أنا وين رايح. بس حتحرك، بمشي قدام بس، بمشي قدام بس. أنا دخلت عالم غريب. أنا دخلت عالم غريب. والله المكان يخوف. قسم بالله المكان. أو ماي جاد. أو ماي جاد. أو ماي جاد. لا 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 لا. برو رن رن رن. ماني شايف شيء، ماني شايف شيء، وبتحرك بطيء وبكسر بطيء. ويما بصير ايش بصير ايش بصير ايش بصير ايش بصير. فك فك فك. اهرب 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 اهرب. عند اخر توتم انا كنت حمود، انا كنت حمود. او ماي جاد، الله يلعن ابليسك يا شيخ. كنت بتحرك بطيء وخايف من وحوش. سامع اصوات كذا، كان واحد بيراقبني. او ماي جاد، ابي اطلع من المكان ذا، ابي اطلع من المكان ذا، ابي ارجع للعالم العادي. المشكله كل العالم بتخوف. انا وين؟ ما شايف شيء. انا وين؟ الصبح يعني جو ولا ايش؟ طب حتى الصبح جاي، طيب على الاقل انقلوا لي للعالم العادي. انا حرفيا ماني فاهم شيء، ماني فاهم انا في اي عالم بالضبط، وماني عارف كيف راح ارجع للعالم تبعي. هل راح يرجعوني للعالم تبعي ولا لا؟ ماني عارف. فكملت مشي على امل اني الاقي شيء ممكن ينقلني ويرجعني للعالم العادي، لما قابلت شخصيه ستيف قدامي واللي نقلتني لعالم الاحلام مره واحده. يما ايش ده؟ ايش ده؟ فاك. لا لا، انا خلص من عالم، يجينا عالم ثاني. اخ تعبت. رجعنا العالم العادي، رجعنا العالم العادي. فاينالي ودروعي كالعادة قربت تنكسر. حرفيا انا بس سويت مغامرة بسيطة وقربت تنكسر، ومستحيل اني ارجع للكهوف مرة ثانية عشان اجمع لي كم حبة دايموند واصلح دروعي. فعشان كده راح ادمج كل دروعي بتطوير المندنج افضل. وفعليا جبت اللاكترين وبديت اني احاول اجيب كتاب المندنج من القروي، ولحسن الحظ الموضوع ما طول معي، اخذ مني تقريبا 10 دقائق الين ما يجيني الكتاب. او ايوه عطني عطني، ايوه 4 بالضبط، انا احتاج اصلا 4 بالضبط. واول ما شريت كتاب المندنج لقيت ان الاكس بي تبعي اختفى، مع اني ما مت في العالم ولا سويت اي شيء ممكن يخلي الاكس بي تبعي يروح. الاكس بي تبعي وين اختفى يا اخوان؟ برا ازاي اختفى؟ شيء مره غريب انه يختفي الاكس بي. او ماي جاد، والله مقصد اني اروح اجمع اكس بي مره ثانيه. بس من اول ما حطيت السرير الاكس بي رجع. ما ادري ايش الفكره من الموضوع صراحه، او ما ادري ايش المشكله اللي صارت لي قبل شوي. هل كانت مشكله او كانت جليتش او هي فكره من المدباك؟ صراحه ما ادري. برا برا برا، ويت 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 ويت، ازاي؟ او ماي جاد، ازاي ازاي؟ فهموني. كان عندي اكس بي قبل شوي ودحين صار عندي 19 اكس بي، ازاي؟ فتجاهلت الموضوع ودمجت بعض الدروع بالمندنج لانه الاكس بي تبعي ما كفى، فاضطريت اني اروح للنذر عشان اجمع شويتين كوارتز عشان اقدر اني اصلح ادواتي، وفي نفس الوقت اقدر اني ادمج كل الادوات او كل الدروع بالمندنج. وبعد يومين واخيرا خلصت من تطوير دروعي، ورحت اكسر في الليفز مره ثانيه عشان اخذ تفاح منها واسوي لي جولد رابل اكثر، لان الجولد رابل اللي كان معي للاسف انتهى. او 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 لا 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 لا، احسن احسن. ايوه ايوه ايوه، اغرق يا وسخ اغرق، تستاهل انك تغرق يا كلب. ايزي ايزي. ومع بداية اليوم 67 لليوم 68 كنت جالس اجمع في التفاح، وحتى كنت رايح للنذر عشان اجمع جولد عشان اسوي اكبر كمية ممكنة من الجولدن ابل. 50 حبة جولدن ابل اتوقع مرة بيرفكت، ما احتاج اكثر من كذا على ما اعتقد. ودحين لازم ارجع لرحلة الاستكشاف وادور على البوس اللي بعده، لان البوس اللي بعده راح يكون متواجد في اي مكان، ما حيكون متواجد في مكان معين. فما ادري صراحة كم راح ياخذ مني وقت الى ما الاقي البوس ذا، بس لازم اني الاقيه باي طريقة. بدأت اني استكشف واستكشف واستكشف اليوم 69، بس للأسف ما لقيته، وحتى مع بداية اليوم 70 ما لقيته، ودخلت على مناطق أول مرة أشوفها، وفي اليوم 71 للأسف حتى ما لقيته. إلين وأخيرا جاء اليوم 72 وقابلت الوحش أخيرا. ذي هي صح؟ الأغلب ذي هي. لو كسرت البامكن دحين هل راح ترسبن الوحش؟ والله ترسبن، والله ترسبن، ما توقعت إنها ترسبن دحين. الموضوع ممكن يكون سهل، الموضوع ممكن ما يكون صعب، عادي عادي، سهل 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 يا إخوان، سهل 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 سهل.
سهل، ما عليكم ما عليكم، الموضوع سهل، موضوع موضوع سهل يا اخوان، ما عليكم ما عليكم، الموضوع سهل. اوكي اوكي يلا. اوكي موت. ده ما عنده هيل ولا ايش؟ بطير؟ وليه صار في ضباب كذا؟ ليه صار في مو وقتك. انا اقتل الحصان اول شيء، ابغى اقتل الحصان. والله الحصان ينطع يا ابوي، انت بتنطح كذا ليه؟ يا ابوي هديها. موت 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 موت. ليتس جو، قتلت الحصان. والله انه يدمج. اوكي يا حبيبي يا حبيبي، هديها هديها يا بابا. ليه بتنقل زي هيروبراين؟ اوه ماي جاد، انتوا القنبله حقتكم المستفزه دي. موت موت. يلا يلا نقدر. وي كان وي كان وي كان وي كان يا اخوان، وي كان وي كان وي كان وي كان. يلا اوه ماي جاد، الموضوع صعب وانا غلطان. موت موت. مات مات. اوكي مو مات مو مات مو مات. ابهيل ابهيل، ما اتوقع اني احتاج قدرابل، ما اتوقع اني احتاج قدرابل، ما احتاج قدرابل. اوكي يا عمي ابقتل ده اول شيء، بقتل ده، قتلته قتلته الجسم قتلته الجسم. وقت الراس وقت الراس وقت الراس، اتوقع الراس هو الجسم الاساسي. ايش رايك انك تموت؟ اخيرا اخيرا مات. وهدفي من قتل الوحش ذا واللي هو اني اخذ البامكن ستاف اللي تعتبر نفس البونس كيلر ستاف، مميزاتها نفس المميزات حقتها بالضبط، بس الشيء المختلف فيها ان دي بترسبل لي سكيلتون والثاني بترسبل لي بامكن. بصراحه لازم اقاتل ذا، بصراحه لازم اقاتل ذا، كل مره احاول اقاتل ما يموت. تعال 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 تعال، لازم قاتلك مؤخرتك، لازم اضربك مؤخرتك انت يا حبيبي في جدوده. طيب انت ملبوس شيء ابى افهم، طيب انت ملبوس شيء، ملبوس ابى افهم يعني. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك. وفي اليوم 73 حبيت اني اريح شويتين من الاستكشاف، وقررت اني اطور واحمي الملجأ تبعي اكثر. واول شيء لازم نسويه واللي هو نكسر البيت اللي قدام الملجأ ذا عشان اقدر اني اكبره على راحتي. ومن سابع المستحيلات الليلة تكمل بسلام الا ويجينا وحش من الوحوش يسلم علينا كالعادة، وذي المرة ضيفنا كان ذا بويلد، وعلى حسن الحظ ان انا كنت فوقه وما كان يقدر انه يوصل اللي فوق، فكنت بطقطق عليه. للاسف تكسير البيت طول معي بالزيادة، ما توقعت انه راح ياخذ مني ذا الوقت الطويل كله، ولانه اللي ما يدري انه الليل بيجي بسرعة في الموت باك ذا. استمتع فيها اهم شيء يعني برو، اهم شيء انك مستمتع بالسباحة. اوف اوف، طلعت سبيح طلعت سبيح، بالله عليك روح تسبح بعيد عني، بالله عليك يعني رحم لي جدك روح تسبح بعيد عني. وانا مصدق بعد كم يوم واخيرا قربت اخلص من تكسير البيت الخايس ده. دقيقة، في طبقة ثانية المفروض اني اشيلها عشان احولها للديرت. وات ريد؟ ايش جاب الريد الحين؟ انا ما سويت شيء، انا لسه بكسر حالي حل نفسي برو. ايش جاب الريد؟ بفهم. الليل جاي حبيبي. لا السلام عليكم يا عمي، اقتلوا الفرج اسوي اللي تبونه، انا مال امي دخل، خليني بس انام. السلام عليكم باهي حياتي ياما. مشكله بشوف وجهك كل مره بخاف منه ليه؟ تعال تعال. شكلك شكلك يا ابوي ده الزمه. ها ها صوتك المستفز ذا، ما ادري ليه اصلا ماينكرافت حط الصوت زي كذا مستفز. ونبدا نسكر الحفره دي كلها بالديرت. اسمعوا ترى انتوا غير مرحب فيكم عندي، غير مرحب فيكم عندي في البيت. فلفوا وارجعوا لنفس المكان اللي انتوا كنتوا فيه. وانت يعني ايش وضعك يعني؟ بفهم. هيرو براين وكارتون، لا 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 جيبوا الشله الباقيه يعني. اوه ماي جاد، لا انا تصدقتوا انتوا. دحين بشويتين ستون، ان شاء الله يكون عندي ستون كثير. يا ما عندي ستون. والسور راح استخدم عشان اكبر الجبل اكثر، لان حتى لو حطيت السور حول المنطقه السور ما راح ينفع لوحده لانه ممكن يجوا من فوق الجبل، عشان كذا لازم نسكر الجبل ذا كله. صراحه ما ادري كم راح تكون مساحه الجبل، بس اهم شيء انها منطقه تحميني. صراحه الجبل شويتين طول على بال مني اضبطه صراحه، لاني حمار شويتين من ناحيه الجبال، انا معروف اني اكسر جبال، ابدا مو معروف اني اسوي جبال. باقي لي اللمسات الاخيره من فوق. وجع. هاي هاي الاشياء الغريبه اللي قاعد اسمعها. اوكي ابنام، اسف اسف اسف، ابنام ابنام ابنام. اوكي ما راح اقدر انام، راح يخلوني اسهر غصبا عني. وبما انه الليل شويتين هادي، فليش ما نبدا نحط السور حوالين الملجا عشان لا نضيع وقت؟ صح المفروض.
الله يستر، انا سامع اصوات ابدا ما تطمن ولا تبشر بالخير. وصراحه في سرعه عجبني احسن من الفنس اللي احنا دائما بنستخدمه، فسحبت على الفنس القديم واستخدمت السور الجديد ذا واللي كان شكله مره حلو. او او بليز، لا 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 يا ربي يا ربي انا طفشت منك يا اما. كالعادة انت الوحيد اللي لازم تترس من عندي، كالعادة. بعدين الاخير حتموت زي الهطف، الاخير حتموت زي الهطف. امها، وسويت لي طريق من الباب الى المخرج عشان ما في سبب صراحة، بس سويته وخلاص يعني. بما ان عندي مشكلة من ناحية الاكل فراح اسوي لي مزرعة بسيطة هنا. ورجعت اسمع خطوات السايرن هيد مرة ثانية وحرفيا ماني عارف وين هو. ويت، انا اول مرة اشوفه. ويارت يوم من الايام اقدر امسك نفسي من الفضول، لاني حرفيا لولا فضولي ولولا اسئلتي الكثيرة ما كان صار شيء الغبي ذا، واللي هو انه السيلفر فيش مع الاسف كان مسيطر عن طريق الهيرو براين، فالهيرو براين نقلني لمكان بعيد عن منطقتي كالعادة. الوسخ نقلني بعيد عن منطقتي 2000 بلوكة. شكله اليوم ذا كله بس راح احاول اني ارجع لمنطقتي على السريع. اضطريت مع الاسف اني امشي تقريبا حوالي 2000 بلوكة او 3000 بلوكة، وخلاني اضيع يوم كامل من اللعب وانا بحاول اني ارجع للبيت. وبعد 2000 بلوكة بسبب الهيرو براين رجعت اخيرا للبيت وكملت المزرعة حقتي. والاشياء اللي راح ازرعها راح تكون عبارة عن سيد والجزر والبوتيتوز. والغريب في الموضوع انه الليل جاب بسرعة كذا ليه؟ وللاسف ما صار معي سيد، بس اتذكر انه انا كان عندي بون ميل. وات؟ لا لا تقول انها جا جنبي، لا تقول الوحش جا. والله جا. لا بالله عليك يما، لا بالله عليك، لا الحين تعصب. لا وين اختفى؟ يعني كسر بيتي واختفى الوسخ. مشكلة اني ما مستحيل اقدر اقتله، لو قربت من جنب انا ممكن اموت. وكذا عرفت مع الاسف انه الملجأ اللي انا سويته مستحيل وسابع المستحيلات انه يحميني. فرجعت احاول اني اضبط المكان مرة ثانية. خلينا نكبر السيد اللي معنا حاليا عشان باخذ الاكل اللي هنا، بس لازم نسرع العملية شويتين لاني مستحيل ان انتظر الوقت ذا كله بس عشان يكبر الزرع. على حسب ذاكرتي بتذكر انه كان في بون ميل في مناطق عشوائية، فبروح اجمع البون ميل اللي في المناطق ذي. يا رجال انت لاحقني في كل مكان، ما باقي الا تلاحقني في حلمي حتى. اتوقع انه صاروا مسالمين بزيادة اخر. لا والله ما صاروا مسالمين، والله ما صاروا مسالمين ولا مسالمين ولا زفت. شيء حلو انه مرة بطيء في الموية. أو يا عم انا دارك قاعد ناظر. اقول لك شيء، تعال اي سي يو، تعال يلا انزلي اضربك مخ. تعال والله دمج عالي يا اخوان، والله دمج عالي ذا. ايوه دمج من كريبر، ايش كان لازم اضربه في مؤخرته؟ والله العظيم لازم اضربه في مؤخرته. ايش ذا؟ ليه لازم اضرب؟ يعني صعب الداتا باك ما افكر الا اني اضربك في المكان ذا. الصوت ده ما يبشر بالخير، اتذكر انه دويلر بس لازم اقتل ذا اول شيء. يلا موت حمود. والله يدمج. كتبته او دويلر صح، دويلر مره واحده. تعال مره واحده تعال. اختفى الدويلر، اختفى. بس انا في نص الطريق قررت اني اغير المهمة، دامني في الاخير طلعت لرحلة الاستكشاف واني ابدأ ادور على الوحش اللي قبل الاخير اللي المفروض اقتله في الحلقة دي، واللي هو الماشوريني او الماشروم. يا عمي انت اسمك اطول من حياتي، مكسل حتى انطق اسمه صراحة. بس هذا هو شكله. لقيته اخيرا يا اخوان، لقيته. هذا هو الموب اللي انا من اول جالس ادور عليه. اوكي تعال اقدر اقتله سريع. على الاغلب اني ما راح اقدر اقتله سريع، على الاغلب اتوقع انه مره قوي. اوكي مره قوي.
مره قوي، لازم اركز عليه. انا حاسب على كل المباد، احاول اني اركز عليه، احاول اني اركز عليه، بحاول اركز عليه، بحاول اركز عليه. موت موت، بتنقل ذا. لا لا لا، ايوه شبي ذا. او ماي جاد، مو وقتك مو وقتك مو وقتك. ماي جاد، لا 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 لا. او ذا بعد. او ماي جاد، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. لا 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 يا عمي. اوكي بحاول اكتب ذا. اول شيء خرج جدي. اثنين اثنين اثنين، ما اقدر عليهم ما اقدر عليهم. اثنين ما اقدر عليهم، اثنين ما اقدر عليهم. ثلاثة. انت اول واحد حلو. باقي الثاني باقي الثاني باقي الثاني. افكا 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 افكا. لا يا خلاص، كفاية 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 كفاية. مو مو كل مرة، مو كل مرة لك صار كثر كذا. حاول اقتل، بحاول اقتل، بحاول اقتل اول واحد. ما انا شايف شيء، ما انا شايف شيء. حلو حلو، مليون وحش، مليون وحش قدامي دحين. فافضل قرار ممكن اخذه في اللحظه دي اني انسحب واحاول اني انام، عشان الوحوش اللي بتترسمن في الليل اقدر اني اتخلص منها في الصبح. وفعليا ده افضل قرار انا سويته. اوكي نكمل عليه، يلا يلا موت. اوكي اقدر اكمل عليه، اقدر اكمل عليه يا اخوان. الاغلب اقدر اكمل عليه دحين، كل المبات اختفت، اقدر اني اكمل عليه. موت موت، را جيب لي زومبي معضل. موت موت يا عمي. موت، وين اختفى؟ حتى وانت في المويه بتضرب. موت، ايوه ايوه، ايزي ايزي. اقدر اضرب هنا، اقدر اضرب هنا، اقدر اضرب هنا، اقدر اضرب هنا. ابدا مو في صالحي انه يكون في المويه، ابدا مو في صالحي انه يكون في المويه. يلا موت، يلا موت موت. ليتكو قتلته. ايش اعطاني؟ اعطاني ذا، اعطاني ايش الشيء الغريب اللي اعطاني اياه. وبالنسبه للايتم اللي اعطاني اياه الموب، حرفيا مره مفيد وراح يفيدني في الايام الجايه، واللي هو تشارم اوف سترينج، واللي فكرته لو ضغطت على الايتم ذا فراح يعطيني سترينج لمده دقيقه، واقدر اني استخدم الايتم ذا خمس مرات. طب الحين لازم ابحث عن اخر كائن لازم اقتله، واللي هو الدويلر. ومشكلتي مع الدويلر انه حرفيا ما اعرف وين بترسمن بالضبط، بس على الاغلب انها بترسمن بكثره في الكهوف. بتخيل انا تقريبا جلست حوالي الخمس ايام احاول اني ادور عليه، وفي اليوم 99 اخيرا قابلت الدويلر لاول مرة. او او لقيته 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 يا اخوان، لقيته لقيته. دقيقه وترابل وترابل وترابل. اسكو تعال 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 تعال. موت موت موت، اقدر عليه اقدر عليه. ايزي ايزي. او وبعد الانجاز الكبير اللي حققناه في المية يوم ذي، قررت اني اطلع من الكهف وارجع للبيت تبعي. والله اروح لذاك، دقيقه دقيقه، بروح لذاك بروح لذاك. اوكي المية يوم خلاص كملت، المية يوم كملت. يلا 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 اكتملي. ليتس جو، اخيرا 100 يوم اكتملت. ما راح تكتمل الا لو خرجت جدي يا شيخ. صوتك يخرش، هل اقدر ادمجه؟ والله ما اقدر ادمجه. اتوقع اني جبت العيد في نفسي، ما اقدر ادمجه. انا جبت العيد في نفسي، اتوقع اني جبت العيد في نفسي. هل اقدر ادمجه؟ والله ما اقدر ادمجه يا اخوان، والله ما اقدر ادمجه، والله ما اقدر ادمجه. اوه